لندن يا جدعان، والناس اللي بتقول القاهره بتبقى زحمه، القاهره ما هي الزحمه، تعال عايز تشوف الزحمه بالظبط تعال لندن وشوف الناس بتبقى عامله ازاي. ناس انا مش عارف امشي في الشارع من كتر الناس، ما هي رايحه جايه جايه رايحه. حد سمع عن اوكسفورد ستريت قبل كده؟ انا في واحد من اكتر الشوارع اللي الناس بتيجي تعمل فيها تسوق والكلام دوت. لو انتوا انا دلوقتي في حاليا في نص الشارع، يعني لو انا مثلا هروح مثلا اوكسفورد سيركس او المكان اللي هو الناس بتركب منه التيوب او الاندر جراوند، انا في الشارع ده دلوقتي. الناس اللي ما تعرفش اوكسفورد ستريت ده شارع من الشوارع اللي هي الغاليه جدا على فكره، يعني اللي ورايا دوت تقريبا يعني محل الفايد، اللي كان محل الفايد، فحاول انا اصوره لكم واخش من جوه عامل ازاي. ده اوكسفورد ستريت يا جدعان، 30 40 مليون استرليني. انا في طريقي دلوقتي للندن عشان رايح السفاره الاسبانيه. انا في تسلا سوبر تشارج، اللي ما عرفش تسلا سوبر تشارج دي الاجهزه اللي هي بتشحن عربيات التسلا اللي ايلون ماسك بناها في بريطانيا هنا. من 0 لـ100 ممكن تاخد لها حوالي نص ساعه كده عشان تتشحن. الصف اللي ورايا ده كله عربيات تسلا. انا وصلت لندن، دخلت السفاره الاسبانيه، عملت اجراءات، تفهمين اجراءات الفيزا والكلام دوت، وان شاء الله الباسبور هيجي لي بعد حوالي اسبوعين. بعد كده هطلع على اوكسفورد ستريت او شارع اوكسفورد. ده اشهر شارع في العالم للفاشن ديزاينر والملابس والشوبينج والديكورات والكلام ده. فانا دلوقتي في طريقي، هاخد كام شوت كده وانا ماشي واوريكم الدنيا عامله ازاي. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم. طبعا لندن في الشتاء مش اللي هي برضه، فاهمين الجو بيبقى بارد والكلام ده، بس اكيد يعني اكيد ما تتوصفش الا لما تيجي وتشوف وتجرب العيش هنا عامله ازاي. بس اكيد يعني يا رب الفيديو يعجبكم واستنوا معايا. شايفين الشارع زحمة ازاي؟ الشارع انا مش عارف امشي منه. اغلب البريطانيين بينزلوا مثلا في خلال الشهر ده او مثلا من نص الشهر اللي فات يعملوا شوبينج، اللي هو يشتروا حاجات اللي هو كريسماس والكلام ده. فزي ما الشارع مليان بشر ماشي في كل مكان، عشان الشارع هنا اغلبيته اصلا ملابس وحاجات اللي هي الناس اكترها بتشتريها يعني مثلا يوميا، فتلاقي الشارع مزدحم و ما اقولكوش يعني مكان خلاب. لندن يا جدعان، والناس اللي بتقول القاهره بتبقى زحمه، القاهره ما هي الزحمه، تعال عايز تشوف الزحمه بالظبط تعال لندن وشوف الناس بتبقى عامله ازاي. ناس انا مش عارف امشي في الشارع من كتر الناس، ما هي رايحه جايه جايه رايحه. بس انا يعني مفيش اللي هو السخافه اللي تلاقيها مثلا في مدن التانية او حاجات اللي انا ما بحبهاش. يعني اغلب الناس هنا لو مثلا قابلت واحد ويخش فيك يقول لك ام سوري او انا اسف،
فبيعتذر لك، فما تلاقيش هو السخافه اللي احنا على طول بنشوفها في كل الاماكن اللي انا بروحها دي. ده اللي انا معدي عليه من دلوقتي ده اندر جراوند، اكسفورد سيركس اندر جراوند، فتلاقي الناس هنا اغلبيتها اصلا في ضغط كتير زي ما انتم شايفين، مش عارف انتم شايفينه في الفريم ورايا، بس في ناس رايحه جايه كتير في المكان هنا. الناس اللي بتحب سكتشز ده هنا في الفريم ورايا، طبعا ده براند مشهور لو انت مثلا عايز تيجي وتشوف البراند ده، بس هو اغلبيه الحاجات هنا زي ما قلت في الاول الفيديو اماكن تجاريه، خصوصا المحل اللي انا داخل عليه دوت ده نيو بالانس، ده برضو محل جزم. لو رحنا المحل ده هتلاقي سكتشز في المحل في الفريم اللي ورايا من هناك ده بالظبط. ف ده اوكسفورد ستريت، الناس اللي ما تعرفش يعني ايه اوكسفورد ستريت او ما جاتش بريطانيا قبل كده، ده اكتر شارع هنا بيبقى زحمه قوي، فتلاقي ناس زي ما قلت لكم بينزلوا يعملوا شوبينج والكلام دوت. بندورا المحل اللي هناك دوت ده محل مجوهرات، اللي هو مثلا الناس اللي هي بتيجي تشتري مجوهرات ل كده يعني. شايفين اللي هو قاعد في الفريم ده قاعد بيسأل الناس فلوس، شحاته في كل مكان، حتى في لندن وحتى في اغلى شارع في بريطانيا اوكسفورد ستريت. المحل اللي ورايا دوت برضه محل ملابس، المحل اللي ورايا ده اسمه هاوس فريزا برضه محل ملابس. اكتر اكتر المحلات هنا، بس هي مش محل صغير يعني مترين في مترين، ده بتبقى محلات عملاقه بتبيع هدوم جزم اكسسوارات الكلام ده. الناس اللي سمعت على البراند دوت مش عارف انتوا سمعتوا عنه ولا لا قبل كده، بس هو براند مشهور برضه. You want falafel?
انا بستشرف بوند ستريت، رايح بقى دلوقتي مروح. زي المترو بتاعنا كده بالظبط، نخش تيوز اللي هو الاويستر كارد، تعملها تاب، بعد كده تخش على البتاع على السلم، وبعد كده تنزل بقى تحت. علشان تسوق في لندن، في العاصمة البريطانية لندن، لازم تدفع في اليوم ضريبة اللي انت تسوق في العاصمة. فانا بعمل ايه؟ لما باجي لندن هنا مثلا في مشوار، بركن العربية على الحدود من بره في جراج، بدفع مثلا تعريفة صغيرة، واخد الـ underground اللي هو القطر تحت الارض اللي هو اسمه تيوب، واقضي مصالحي وارجع في نفس المحطة. اللي عايز يعمل كده او اللي عايش في بريطانيا، انا بعملها على طول، بدل ما بيجي مثلا يدفع ضريبة وغالية شوية كل مثلا لما تعوز تروح لندن والكلام ده. فانا خلصت المشوار وراجع دلوقتي مروح. ده كان فلوج صغير وهصور الدنيا وانا ماشي. فمتنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل الحاجات اللي انا بعملها. يلا، السلام عليكم.